بالنسبة لي البرنامج اللي حضرتك بقى بتسأل عنه، أنا مش عارفة البرنامج ده. البرنامج ده بتقول برنامج عالمي، نوع من التداول المالي ونوع أو كأنه بورصة، فأنا أنصح لأن ده عايز تتبع وعايز متابعة، لابد من الاطلاع على تفصيل هذا التطبيق اللي حضرتك بتخش عليه وتحط فيه فلوس. وأفضل في الحالة دي إن احنا نروح لدار الإفتاء المصرية عشان هيبقى عندهم التفصيلات الأكثر دقة، بحيث نقدر نتتبع هذا التطبيق هل يجوز التعامل فيه أو لا يجوز التعامل فيه.